احمد تامر حمزاوي، بلعب سباحه من وانا عندي 4 سنين، النهارده عندي 20 سنه، بقالي 16 سنه بلعب سباحه. انا دخلت منتخب وانا عندي تقريبا 14 سنه. السباحه ميزتها ان انت بتعلمك حاجه مهمه قوي، هو ان انت عشان توصل لحاجه كبيره او نتيجه كبيره الموضوع بيحتاج وقت وكونسيستنسي، ان انت تفضل بتعمل حاجه لمده طويله، ممكن ما تشوفش نتيجه بعد وقت صغير، بس بعد مدة طويلة هتلاقي بقى نتيجة المجهود اللي انت حطيته. بالنسبة لي انا لو ما كنتش بلعب سباحة كنت ممكن ما كنتش كويس دراسيا، لان السباحة فعلا علمتني ان انا يبقى في حاجة اسمها تنظيم وقت، لان انت مش عايز تبقى بتزنق نفسك عشان بعد كده تضطر انت تيجي على التمرين اوقات الامتحانات، او ما تبقاش عارف ان انت تتمرن كويس، او بتتمرن وانت في حاجة شاغلة بالك عشان عندك مذاكرة او وراك حاجات او كده، فانت كنت بتخلص كل حاجة عشان انت عايز تبقى مركز 100% في التمرين بتاعك. أصعد لحظة ممكن تبقى الميدالية الذهب، دي ميدالية في بطولة العالم الناشئين. الميدالية دي كلها كانت في نفس البطولة، بطولة العالم الناشئين في كولومبيا. دي كانت بقى اللحظة اللي يعني بحصد فيه كل حاجة أنا زرعتها طول سنين حياتي من ساعة ما بدأت سباحة. كان ساعتها 17 سنة، يعني كان بقى لي تقريبا 13 سنة بلعب سباحة. كان ساعتها بقى خلاص كل حاجة أخيرا شفت نتيجة كل التعب اللي أنا حطيته كل السنين اللي فاتت. يعني لعبت تقريبا 4 بطولات عالم منتخبات، جبت 4 ميداليات، طلعت مركز رابع 3 مرات. كان عندي أرقام قياسية في مراحل 13 و15 و17 سنة، ويعني إن شاء الله الفترة اللي جاية نحاول نعمل حاجات اكتر في بطولة العالم، بالذات ان انا دلوقتي خلاص بلعب بطولة العالم للعمومي مش بلعب ناشئين خلاص، فان شاء الله المرحلة اللي جاية نقدر نجيب حاجة نجيب ميدالية ان شاء الله في بطولة العالم الكبار. يعني اهلي رقم واحد، هم اللي معايا من وانا صغير، من وانا عندي ما فيش 4 5 سنين، واحد بننزل الفجر بينزلوا معايا الساعة 4 الصبح كل يوم، ويقعدوا يستنوني في العربيه وفي التمرين مرتين في اليوم، وكانوا مفضيين حياتهم خالص ليا عشان اعرف اكبر وانجح في السباحه. وطبعا كابتن هشام صديق على راسهم يعني، والمدربين طبعا اللي تابعوا معايا كتير من وانا صغير، بس طبعا كابتن هشام كان المرحله الفارقه يعني في الكارير بتاعي، لان انا طبعا من ساعه ما رحت له اتطورت بشكل كبير جدا، وصلت بقى الميداليات في بطولات عالم وحاجات ما كنتش وصلت لها قبله. وطبعا كابتن صالح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والانقاذ. كان في اوقات كتير كنت ممكن اكون عندي مشاكل، ما كنتش اكتر واحد استحقاقا لحاجه معينه، بس هو كان بيساعدني، لكن كان شايف ان انا عندي ظروف مثلا معينه كان بيقف جنبي، وكان بيثق فيا وكان بياخدني، والحمد لله كنت يعني ما كنتش بحرجه او بكسفه، كنت دايما الحمد لله بجيب نتيجه. يعني هي السباحه علشان انا بالنسبه لي هي كل حاجه، وانت مش هتعرف توصل فيها غير لو هي كل حاجه. يعني انا لو انت مش هي الاولويه في حياتك وهي رقم واحد وهي اللي بترتب عليها بقيه حياتك، عمرك ما هتوصل فيها.